بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمد المعترفين بفضلك، الشاكرين لعظيم نعمائك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء، يا من أحط بكل شيء علما، أتوجه إليك ونتوجه إليك جميعا بخالص الدعاء والرجاء أن تشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، وأنر بصائرنا وحياتنا وبيوتنا بنور القرآن العظيم، حتى تنور بفضلك وكرمك قبورنا وصرافنا يوم أن نلقاك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اهدنا بفضلك فيمن هديت، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. وفقنا لما تحبه وترضاه، وفقنا لما تحبه وترضاه، استخدمنا واستعملنا في طاعتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ونصلي ونسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين، ورضي الله تبارك وتعالى عن آل بيته وجميع أصحابه وتابعيهم وعنا معهم بمنك وكرمك وفضلك وعفوك وغفرانك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، إخوة الأحباب، كنا في لقائنا الماضي نذكر هذا الحديث الذي روي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضوان الله تبارك وتعالى عليهما، حينما قال، وللمرة الثانية أرجو أن ننتبه إلى ما ذكر ابن عباس عن سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ابن عباس؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله. إذن حينما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله، إذن هذا الذي يذكر حديث قدسي. وقد بينت لكم جانبا من أوجه المفارقة بين وحي القرآن العظيم ووحي الحديث القدسي ووحي الحديث النبوي، وقلت مما قلت إن القرآن الكريم هو وحي الله، وحي من الله تبارك وتعالى، لكنه وحي باللفظ، وحي باللفظ. الألفاظ هذه التي نقرأها هي كلام الله تبارك وتعالى وحده، الألفاظ التي نقرأها كلام الله تبارك وتعالى وحده. حينما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله،
إذن ما بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يكون من قول الله تبارك وتعالى، وإما أن يكون من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن معنى هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله من الله تبارك وتعالى. إذن الحديث القدسي يشترك مع القرآن العظيم في أن كل منهما وحي من عند الله تبارك وتعالى، لكن القرآن يختلف من حيث إن الكلام الذي نقرأه كلام من الله تبارك وتعالى وحده من أوله إلى آخره، بخلاف الحديث القدسي، فقد يكون من كلام الله وقد يكون من كلام سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طب الحديث النبوي، حديث النبوي لفظه من عند رسول الله قولا واحدا، أما معناه، أما معنى الحديث النبوي فهو من عند الله تبارك وتعالى، المعنى من عند الله، لكن الألفاظ، ألفاظ الحديث النبوي من عند رسول الله عليه السلام تختلف عن الحديث القدسي، فقد يكون الحديث القدسي ألفاظه من الله وقد تكون ألفاظه من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل كلام ده أنا أشرت إليه في لقاء الماضي، لكن الأمر الجلل الذي يجب أن ننتبه إليه في هذه الليلة هو ما يأتي. ماذا قلت يا سيدي يا رسول الله حينما قلت قال الله؟ قال الله كذبني ابن آدم، كذبني ابن آدم، كذب من؟ كذب الله تبارك وتعالى. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، لم يكن لابن آدم أن يكذب الله تبارك وتعالى فيما قال، سبحان الله. وشتمني، لا حول ولا قوة إلا بالله، وشتمني ولم يكن له ذلك. إذن القضية الأولى هي قضية كذبني ابن آدم، هي قضية الكذب، تكذيب ابن آدم لمين؟ لله تبارك وتعالى. قضية ثانية شتم ابن آدم لمين؟ لله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شتمني ولم يكن له ذلك. طب يا رب ابن آدم كذبك، كذبك في إيه يا رب؟ ابن آدم كذبك في إيه يا رب؟ إيه قضية التكذيب يا رب؟ إيه القضية التي كذبك ابن آدم فيها؟ اسمع، اسمع كده يا أخي الحبيب، اسمع يا أخي العزيز كده، طبعا إيه القضية التي كذب ابن آدم فيها ربه؟ قال فأما تكذيبه إياي فزعم، مين اللي زعم؟ ابن آدم زعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، زعم، زعم يعني ادعى، ادعى أنني لا أقدر أن أعيده مرة ثانية كما كان، وده يعتبر تكذيب لك يا رب. نعم. ليه حينما يزعم ابن آدم بأنك لا تقدر على الإعادة ليه يعتبر تكذيب يا رب؟ لأنه لم يصدق كلامي، لم يصدق إيه؟ كلام مين؟ كلام الحق سبحانه وتعالى. طب انت قلت ايه يا رب حتى ان ابن آدم كذبك؟ قال قلت في القرآن زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا،
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن يا سبحان الله. أحبابي، قضية من قضايا الدين الإسلامي أوقن تمام اليقين أننا لو فقهنا شيئا من هذه القضية والله لما كان هذا الخلل الذي نراه في دنيانا. والله لو أننا فقهنا شيئا من هذه القضية لما كان هذا الخلل، لما كان هذه السفاهات وهذه الأباطيل وهذه الدعاوى هنا وهناك. أحبابي، الدين الإسلامي يقوم على ثلاثة أصول، أرجو أن تنتبه معي يا أخي. الدين الإسلامي الذي رضيه الله تبارك وتعالى دينا لسائر خلقه من آدم إلى ختام النبيين سيدنا محمد إلى قيام الساعة، الدين الذي رضيه الله دينا لسائر خلقه هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد سبق أن أشرت إلى أن سيدنا آدم كان مسلما، وأن سيدنا نوح كان مسلما، وأن سيدنا هود كان مسلما، وأن سيدنا إبراهيم كان مسلما، وأن جميع المرسلين كانوا مسلمين. وذكرت بعض الآيات القرآنية التي تدل لذلك من القرآن العظيم. إذا معنى هذا، قلت ساعتها، ليس هناك شيء اسمه أديان لله. لا، تقول لأديان سماوي، لا، هذا كلام غير صحيح، ده غير دقيق، لأنه لا يوجد إلا دين واحد من البداية للنهاية، دين واحد. نعم، أمال الرسل جاءوا بإيه؟ قلت لكم من ذي قبل يا أخوانا، الدين واحد لكن الشرائع التي يعنى بها الأوامر والنواهي والتكاليف هي التي تختلف من أمة إلى أمة، من رسول إلى رسول، الأوامر والنواهي والتكاليف. لكن الأصول، أصول الدين واحدة. ما الأصول؟ ولعلي قد أشرت من ذي قبل إلى أن أصول الدين الإسلامي ثلاثة أصول. الأصل الأول الإيمان بالله تبارك وتعالى وصفاته. الأصل الأول إيمان بالله خالق هذا الكون وما فيه. الأصل الأول. الأصل الثاني التصديق برسالات الله ورسله جميعا من أولهم إلى آخرهم دون تفريق بينهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا. أصل الثاني التصديق برسالات الله ورسله من الأول للآخر. الأصل الثالث اليقين باليوم الآخر.
أخي اليقين باليوم الآخر يوم القيامة. يوم القيامة يا أحبابي يوم القيامة يحتاج إلى إيمان ولا يحتاج إلى يقين؟ أحبابي يوم القيامة يحتاج منك إلى إيمان ولا يحتاج إلى يقين؟ لا يحتاج منك إلى يقين. الله تقول لي الله هو في فرق بين الإيمان وبين اليقين؟ أقول نعم. اليقين أعلى مرتبة من الإيمان، يبقى الإيمان منزلة، اللي أعلى من مرتبة الإيمان اليقين، يبقى فيه يقين بعد قضية الإيمان، وفي إيه كمان؟ وفي كذلك حق اليقين، وفي بعد حق اليقين عين اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. إذن فيه يقين وفيه عين اليقين وفيه حق اليقين. أحبابي على كل، حتى أختصر الكلام اختصارا، الآخرة تحتاج إلى إيمان ولا تحتاج إلى يقين؟ لا، إلى مرتبة أعلى من الإيمان. لا بس والله طبعا ده كلام يحتاج إلى توثيق. لا وثق لي الكلام ده والله، بأن الآخرة تحتاج إلى توثيق، تحتاج إلى يقين، وثق لي هذا الكلام. قال تعالى كده اقرأ الآيات الأولى من صدر سورة البقرة، الآيات الأولى إيه؟ من صدر سورة البقرة. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في آيات صدر سورة البقرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين إيه؟ يؤمنون بالغيب. عند قضية المغيبات الغيبيات قال الذين يؤمنون، يؤمنون بالغيب، قال يؤمنون، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبل، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ثم ماذا قال الله؟ وبالآخرة هم يوقنون. ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى وبالآخرة هم يؤمنون، قال وبالآخرة هم يوقنون. إذن في حاجة اسمها إيمان وحاجة اسمها إيه؟ يقين. ده قرآن ربنا، ده قرآن. وبالآخرة هم يوقنون. الكلام ده بقوله لأن اليقين بيوم القيامة ده أصل من أصول دين الإسلام. تعال بقى إلى يوم القيامة يا سيدي، يعني إلى يوم القيامة، والله يا أحبابي وجدنا قرآن ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن يوم القيامة وعما سيكون في يوم القيامة وعن مشاهد يوم القيامة وعن الأدلة الدالة على قدرة الله على بعث الخلائق يوم القيامة، أدلة والله يا أحبابي لا حصر لها ولا نهاية لها. الأدلة الدالة على مين؟ على الآيات الدالة على قدرة الله تبارك وتعالى على بعث الخلائق من قبورهم يوم القيامة. طب ممكن تذكر لي كده بعض هذه الآيات الدالة على قدرة الله على بعث الخلائق؟ قال تعالى يا سيدي، تعالى يا سيدي، حاضر حاضر، أذكر لك إيه يا سيدي من الآيات الدالة على قدرة الله على بعث الخلائق؟ أنا هذكر لك
نفسك. لا هقول لك لا سماء ولا أرض ولا مية ولا زرع ولا طيور ولا وحوش ولا ملائكة ولا جن. أنا هذكر لك مين؟ أنا هذكر لك نفسك لتكون أنت دليل، لتكون أنت دليلا واضحا بينا على قدرة الله تبارك وتعالى على بعثك يوم القيامة. ما أجيب لكش دليل لا من سماء ولا من أرض ولا من أنت نفسك. هتقول لي إيه في نفسي؟ الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها وصلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله 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 على الأزهر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله